الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من دواعي سروري أن أرحب بممشاكم وخطواتكم الكريمة على أرض سيناء. أرض سيناء ممشاكم وخطواتكم فيها تثابون عليها، أرض سيناء أنفاسكم فيها تثابون عليها، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. أتدرون ما التين والزيتون؟ التين والزيتون كناية عن أرض فلسطين. أتدرون ما البلد الأمين؟ كلنا يعلم أنها مكة المكرمة وكناية عن البيت الحرام. أن تأتي طور سيناء ليست باستعارة مكنية مثل التين والزيتون أرض فلسطين بيت المقدس، وليست باستعارة مكنية عن البيت الحرام البلد الأمين، لكن أن تأتي سيناء صريحة وسطية بين بيت المقدس وبين البيت الحرام، هذا يعطي مدى قدسية هذه الأرض الطيبة المقدسة. من أجل هذا قلت لكم أن الأنفاس هنا يثاب عليها المرء. هذه حقيقة لا أقولها عبثا، ولكن أقولها بسند شرعي، وأقولها من واقع حياة عشت رطحا من الزمان على هذه الأرض الطيبة. 40 عاما كنت أعيش على أرض سيناء. نعم أنا ابن سيناء، لكني ابن سيناء باستعارة أيضا سلمان منا آل البيت. صحيح أنني قاهري ومن الجيزة، لكنني عشت رتحة من الزمان على هذه الأرض. رأيت كيف أن يد الله تبني هنا مع البنائين، كيف أن يد الله القديسة المقدسة تلمس أفئدة المحبين، كيف أن يد الله في هذه الأرض المقدسة تختصر الزمان فتحدث البركة في الزمان. مشروعات كان يقدر لها 3 سنين كانت تقام في أقل من 20 شهر، مشروعات كان يقدر لها أن تخرج جدوى اقتصادية سين تخرج لها سين بلس، حاجة حقيقي. رأينا كيف أن الأرض تبوح بأسرارها فتعطي أعظم الخامات. تلك هي أرض سيناء المقدسة التي حينما طرحت على مجلس الإدارة الموقر أن يكون اجتماعنا هنا على هذه الأرض الطيبة المباركة التي منها كلم الله موسى والتي تجلى عليها المولى عز وجل، أنني أشعر يقينا أن هذه المنطقة المباركة تستحق بجد أن تكون صناعة حاكمة في حركة البناء مثل صناعة الأسمنت. تمر بتحديات كبيرة، تحديات بيئية، عالم يموج الآن بتحديات اقتصادية ضخمة، تظل صناعة الأسمنت هي الصناعة الحاكمة في حركة البناء، وتظل هي أحد أسباب النهضة العمرانية في كل أنحاء العالم، ولسنوات عديدة قادمة ستظل صناعة الأسمنت هي الصناعة الحاكمة الاقتصادية. بالأمس كنت أتأمل في هذه الصناعة وما تواجهها في التحديات، سواء على المستوى العالمي أو المستوى العربي أو على المستوى المحلي في مصر. أدركت أن مؤتمركم هذا لابد أن يطرح كل هذه التحديات ويناقش بمنهج علمي وبأسلوب علمي كيف نواجه هذه التحديات لهذه الصناعة الحاكمة الهامة في حركة البناء. كيف نتطلع إلى أسمنت أخضر؟ الأسمنت الأخضر، الصناعة الجديدة التي لا تحدث انبعاثات. كيف نتطلع إلى أننا نتعامل مع بشرية؟ لابد أن نترك للأجيال القادمة بيئة نظيفة يحمدون عليها الآباء والأجداد. هكذا نحن نفكر، لا نفكر فقط في جدوى اقتصادية،
لكننا نفكر أيضا في قيمة اجتماعية، نفكر في الحفاظ على هذه الصناعة، نفكر في تطويرها من ناحية البيئة، نفكر أيضا في كيف تكون داعمة للاقتصاد العام للأمم التي تحيا فيها هذه الصناعة. لكني أريد أن أعرض قليلا على بعض المفاهيم الخاطئة التي ترسخ في بعض الأذهان. هذه المفاهيم الخاطئة، الناس تعتقد أن هذه الصناعة مطرودة من أوروبا ومن الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفة، وهذه ليست حقيقة. نحن لا نمثل في هذه الصناعة أكثر من 7% في العالم. كل الأمة العربية تنتج حوالي 350 مليون طن، في عالم ينتج أكثر من 4000 مليون طن، الصين لوحدها بتنتج 2000 مليون طن. إذن 2 مليار طن الصين لوحدها، فحتى يفهم الناس أننا جزء بسيط من الصناعة في العالم، حتى يدرك المجتمع أننا لا نمثل طرد للصناعة عندنا، هذا ليس حقيقة. الحقيقة الثانية التي أريد أن أوضحها للعامة قبل الخاصة، أن هذه الصناعة قاطرة للتنمية في حركة البناء، لأن البناء أصلاً قاطرة للتنمية في أي حركة اقتصادية. والعالم من 2008 بعد الكرايس اللي حصلت ومواجهة المشاكل الاقتصادية، أصبح في حاجة شديدة إلى حركة البناء والتعمير، وحركة البناء والتعمير هي الأصل في قيادة المجتمع لحركة إعادة الريسيشن إلى نوع من المعادلة الاقتصادية الصعبة. يبقى شيء قبل أن أختم أود أن أعرج عليه قليلاً، ألا وهو أننا نعيش في أمة الآن تموج بتحديات ضخمة، وكلنا يعتصر أسى وألم لما نراه في هذه الأمة من مؤامرات تحاك حولنا، طارة من الخارج وطارة من داخلنا. أنا أعتقد أن هنا لابد أن نرفع صوتا مرتفعا أن تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال يحقق تكافل اجتماعي، ويحقق عدالة اجتماعية، ويحقق سلام اجتماعي، أول من ينعم به المنتجين نفسهم، وأول من ينعم به أهل الصناعة. ولذلك فإنني من مؤتمركم هذا أدعو تلك الكيانات الاقتصادية الضخمة الكبيرة أن تنظر نظرة واعية إلى حركة تعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال. ليس منا من الغني على الفقير، وليس منا من القادر على الغير قادر، لكنه ضرورة اجتماعية تحقق سلام اجتماعي أول من ينعم به الغني وأول من ينعم به القادر. مرة تانية بشكركم مسعاكم، بشكركم خطواتكم الكريمة على هذه الأرض الطيبة المباركة، وأختم كلامي: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.